يقول السائل: عندي سلعة أبيعها ب100 ريال، وإذا بعتها للمشتري بثمن مؤجل إلى أجل أبيعها ب120 ريال، هل هذا يجوز لي؟ نعم. يقول: عندي سلعة أبيعها ب100 ريال حالة، اي نعم. وإذا بعتها بثمن مؤجل بعتها ب120 ريال، هل هذا يجوز لي؟ نعم يجوز، يجوز بيع السلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحال، لأن الناس لا يؤجلون إلا بزيادة، لا يؤجلون إلا بزيادة، وهذا من مصالح الناس بعضهم من بعض. نعم، فأنت تستفيد من الزيادة وهو يستفيد من السلعة، ولا يمكن يحصل سلعة مؤجلة إلا بزيادة ولا تعطل المصالح. نعم.